بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أربعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفصلوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالإعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء لربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء لربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء لربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وبكانت وردة كالدهان فبأي آلاء لربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء لربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء لربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون منها ومن حميم آل فبأي آلاء لربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء لربكما تكذبان